أيام أقوم في معرض الخريف في حضرموت إلى البهرة. يلا كيف بيع بيع؟ كم؟ كم كيلو؟ أيوة. مكون عليها 28 صنف من البهرة تستخدمها للمكتبة. بعد عندنا الماجي الطبيعي. هذا ماجي الحين بديل الماجي. أفضل أنواع الأصلي هذا مع فايل عالم قوي عام الذاكرة. بعد عندنا بعد عندنا هذا. الزبيب اليمني اللي عندنا البهارات المشكلة هذه البهارات المشكلة عربي دامات صلح لهم المر مرة ران عبد الصالح من اليمن. اوكي في عندنا بعد منتجات طيبة لها فوائد العالم هذا ويعتبر اللبان الاخضر مشهور عليه عالميا عشان معروض الخريف هذا معروف عليه عالميا حاجة طيبة. هذه هي المضاد يعتبر الطب الوحيد مضاد حيوي للجسم كامل يعتبر هذا مضاد عام للجسم كامل جميع الامراض. هذا هو الزبيب الرازقي اللي نستخدمه مع اللوز الصغير هذا هو الزبيب الرازقي. البخور الجاوي السمك هذا يعتبر اجود نوع من في بعد عندنا الاحمر في بعد عندنا هذا عندنا الاسود هذا الاسود الجاوي الطبيعي هذا اللي نستخدمه هذا يعتبر في بعد عندنا اللبان هذا اللبان اللي ينقعونه في الماء ويشربونه يعتبر طبه. بعد عندنا هذا التشكيلات عندنا